مرحبا بكم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الخميس الموافق ل 21 نوفمبر من عام 2019. خلال التعاملات الأخيرة رأينا عودة المخاوف إلى الأسواق من جديد وتراجع في شهية المخاطرة، وذلك بعد التقارير التي أتت عن رويترز والتي أشارت إلى عدم احتمالية توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال هذا العام. كما نعلم خلال الأسابيع السابقة كان لدينا تفاؤل وتصريحات أيضا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن المحادثات تجري على ما يرام، ولكن كما نعلم توقيع مثل هذه الاتفاقية بين أكبر بلدين أكبر اقتصادين في العالم يتوقف على العديد من البنود ويحتاج إلى المزيد من المحادثات. من هذه البنود كما نعلم حماية الملكية الفكرية، شراء السلع الزراعية، وأخيرا ظهر لدينا أيضا تصريحات عن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بدعم المحتجين في هونغ كونغ. طبعا الصين هددت بذلك وذكرت بأنه في حال كان هناك تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المحتجين ذلك سيكون له عواقب وخيمة وأيضا وخيمة أيضا بالنسبة لي مثل هذه الخطوة. هذا بالنسبة لي آخر تطورات النزاع التجاري. طبعا رأينا أسعار الذهب لم تتفاعل إيجابا وتشهد ارتفاع على الرغم من هذه التصريحات. نلقي نظرة على تحركات أسعار الذهب، نلاحظ أن الأسعار الآن عند مستويات 1472 دولار للأونصة، والأسعار في ضمن قناة صاعدة بالرغم من الارتفاعات الأخيرة. ذكرت خلال جلسة يوم أمس أن مناطق 1480 دولار للأونصة هي مناطق مقاومة مهمة، وبالفعل الأسعار عادت وتعرض لضغط سلبي عند هذه المستويات. الآن شمعة الأربع ساعات الأخيرة في حال شهدت مزيد من الارتفاعات قد نرى عودة واختبار مناطق 1480، ولكن هذه المناطق تعتبر مناطق مقاومة مهمة بالنسبة لأسعار الذهب. هذا بالنسبة لآخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة وانتظرونا في تقارير أخرى.